السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حاب أخبركم إنه الفيديوهات القادمة مهمة جدا بالنسبة للمبتدئين، وحابب إنه الجميع أو جميع المبتدئين يتابعوا هاي الفيديوهات حتى يحصلوا على الفائدة منها. وكمان بحب أخبركم اللي بحب يشترك معنا ويحمل الفيديو كامل، لأنه أنا رح يكون هنا في شروحات ما رح أحملها بشكل طويل في هاي القناة الرئيسية، رح يكون التحميل الطويل في القناة الثانية اللي هي اسمها مشغل جلال فيديوهات كاملة، رح تلاقوا الرابط أسفل الفيديو. واللي بحب يتابعنا على الفيسبوك على صفحة مشغل جلال حسن أبو عبد الرحمن، وعلى جروب مشغل جلال الكهربائي على أساس يكون التواصل بيننا أسهل وأسرع. وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، وإن شاء الله ننتقل إلى الفيديو التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله إنكم تكونوا بخير وسلامة. إخواني، بحب أنا دائما أركز على المواضيع اللي هي فيها مهارات فنية في لف المحركات، على أساس أنه إحنا نكون فاهمين شو بنشتغل، ودائما نشتغل الشغل الأريح إلنا والأحسن، وكمان نشتغل بالأسلاك الموجودة عندنا وهيك أمور، يعني فنخلي الشغل مريح أكثر إلنا ما يكون إنه متعب. وطبعا هذا الكلام اللي بحكيه أنا الشركات نفسها بتعمله، يعني الشركات نفسها بتعمله. يعني أحيانا مرات بيجينا محركات مثلا يعني قدرة متوسطة، مثلا بتلاقي الشركات لفينها بسلكين أو لفينه بثلاث أسلاك، يعني أسلاك رفيعة نسبيا، خلينا نحكي سلك 7 دزيم، ثلاث أسلاك 7 دزيم مثلا، أو سلك 7 دزيم وسلك 8، سلك 6.5 وسلك 7 مثلا، يعني أمور زي هيك، أو 3 أسلاك 5 دزيم، يعني بنلاقيهم لافينه بسلكين أو بثلاث أسلاك تعويضا عن سلك واحد سميك. يعني مثلا محرك بيحتاج نلفه سلك خلونا نحكي 11 أو 11.5، بتلاقي الشركة لفيته بسلكين 8، يعني بدل ما يلفوه بسلك 11 بيلفوه بسلكين 8، على أساس أنه نفس مساحة المقطع تقريبا، وبيشتغلوا بسلك أريح وأطرى وأنعم في الشغل. لذلك بلجأوا للتغيير في التوصيل، أو أنهم بلجأوا للتوازي الداخلي أو التوازي الخارجي، على أساس أنهم يقللوا من الأسلاك، على أساس أنه الشغل يكون أسهل وأريح. طبعا هاي هي من المهارات الفنية العالية، أنا بعتبرها المهارات الفنية العالية في هاي المهنة الجميلة والرائعة. والأصل فينا إحنا كفنيين وبنشتغل في هاي المهنة طوال عمرنا، فإنه نتطور ونفهم هاي الطرق ونتعلمها ونصير إحنا كمان نشتغل فيها، على أساس إنه إحنا نشتغل شغل أريح والنتيجة واحدة، يعني كان اللف الأصلي ولا إحنا التعديل اللي عملناه النتيجة واحدة، والمحرك راح يشتغل بكامل قوته ونفس الأمبير، ما في أمبير زيادة، ونفس العزم ونفس القوة وما في أي مشاكل. فليش إحنا ما نتعلم هاي المهارات اللي أنا بحب دائما أركز عليها، وراح أعمل فيديوهات كثيرة إن شاء الله عن هذا الموضوع حتى إنه الفكرة تترسخ عندكم على هاي المهارات الفنية. طيب الآن مثلا إحدى هذه المهارات الفنية تحويل اللف من توالي إلى توازي. دائما بركز إنه لازم إحنا نتعلم شو يعني توالي وشو يعني توازي. طبعا المحركات الصغيرة دائما دائما، يعني خلونا نحكي إلا ما ندر جدا، يعني خلونا نحكي 99% من المحركات الصغيرة ذات القدرات الصغيرة توصيلها توالي، توصيلها توالي. أما المحركات المتوسطة فهي تقريبا يعني من 70 إلى 75% توصيلها توالي والباقي توازي. أما المحركات الكبيرة فبتلاقي كلها توصيلها نصف توازي أو توازي كامل أو الدبل توازي، على حسب عدد الأقطاب وحسب السرعة.
طيب احنا خلونا نبدأ يعني بالتسلسل ان شاء الله بالفيديوهات. طبعا انا ما راح اعمل سلسلة مباشرة وراء بعض يعني في هذا الموضوع، لكن راح اجمعهم في قائمة تشغيل بلاي ليست واحدة ان شاء الله، فعشان اللي بيحب يرجع لهذا الموضوع يلاقيه موجود كله في مكان واحد. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.